اهلا بكم، مع مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات. اليوم هنتكلم عن سياره مميزه جدا بشغلنا المميز عليها جدا من التعديل، البي اتش اديشن او اللي هو البلاك اديشن على السيارات. زي ما انتم شايفين السياره اللي معانا حاليا هي الترافيرس ال 1LT 2020. خلينا نشوف ايه التعديل اللي تم عليه. زي ما انتم شايفين التعديل اللي تم على السياره هي كان شباكها كروم مع الشعار الذهبي الشهير لشيفروليه. احنا حاليا عندنا عليها الشعار بيكون لونه اسود مع الشبك الاسود اللامع بيانو بلاك، كمان طبعا مع الفرنجات السود والخط الاحمر، فهي سياره ريد لاين اديشن من بن حموده للسيارات. زي ما انتم شايفين السياره اللي قدام لونها اسود، حتى شعار الترافيرس او كلمه الترافيرس بالاسود. المولدين كله لامع طبعا اسود، شعار اسود من الخلف، الدعاميه او البامبر كمان اسود لامع، دول اكزوست. نشوف من الداخل ايه الجديد عندنا. طيب الجديد في الترافيرس ال 2020، في بعض الفئات منها جت لنا حسب طلب الزباين ان كانوا عايزين لون اسود. زي ما شايفين اللون الاسود فابريك طبعا مخمل، لون اسود شكله متناسق جدا مع لون السيارات ده الخارجي. تمام، الشغل اللي معمول عليها ده طبعا خاص فقط بن حموده للسيارات، اصدار اسمه بي اتش اديشن. طبعا اللي حابب يعمله على سيارته او يقدر يشوفه على سياراتنا يتصل بس على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات. اهلا بكم.